فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة العيد؟ هل هي فرض كفاية فرض عين؟ وما الدليل على فرض كفاية؟ نعم، صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء، منها أنها سنة لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وقال إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان مثلا. ومنهم من قال إنها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها حتى النساء الحيض وذوات الخدور والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جيه الإمام سلم ما تقضيها لأنها مثل الجمعة ما تقضى، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة. وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا. هذا القول هو أقرب الأقوال، وأن الإنسان القادر إذا لم يخرج مع المسلمين يصلي فإنه آثم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وإذا الشخص فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا؟ نعم، الذي يظهر الناس أن صلاة العيد فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا فاتته فإنه لا يقضيها لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة فإنه إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة وإنما يصلي ظهرا، وذلك لأن هذا الوقت وقت الصلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا فاتته الجمعة لزمه صلاة الظهر. أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدرك فلا تصلي.